أبو سليمان خالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي القرشي، صحابي وقائد عسكري لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. اشتهر بعبقرية تخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين في حروب الردة وفتح العراق والشام في عهد خليفتي الرسول أبي بكر وعمر في غضون عدة سنوات. ويعد أحد قادة الجيوش القلائل في التاريخ الذين لم يهزموا في معركة طوال حياتهم، فهو لم يهزم في أكثر من 100 معركة أمام قوات متفوقة عددا من الإمبراطورية الرومانية والفارسية وحلفائهم، بالإضافة إلى عدد من القبائل العربية الأخرى. واشتهر خالد بانتصاراته الحاسمة وتكتيكاته التي استخدمها في المعارك كاليرموك ومؤتة، ولا يعرف الكثير عن خالد خلال فترة الدعوة للإسلام في مكة وبعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. دارت العديد من المعارك بين المسلمين وقريش. لم يخض خالد غزوة بدر الأولى المعارك الكبرى بين الفريقين، والتي وقع فيها شقيقه الوليد أسيرا في أيدي المسلمين، وذهب خالد وشقيقه هشام لفداء الوليد في يثرب، إلا أنه وبعد فترة قصيرة من فدائه أسلم الوليد وهرب إلى يثرب. وكانت غزوة أحد أولى معارك خالد في الصراع بين الفريقين بين المسلمين وقريش، والتي تولى فيها قيادة ميمنة قريش، ولعب خالد دورا حيويا لصالح القرشيين، فقد استطاع تحويل دفة المعركة بعدما استغل خالد خطأ رماة المسلمين عندما تركوا جبل الرماة لجمع الغنائم بعد تفوق المسلمين في بداية المعركة. فانتهز خالد ذلك الخطأ ليلتف حول جبل الرماة ويهاجم بفرسانه مؤخرة جيش المسلمين، مما جعل الدائرة تدور على المسلمين وتحويل هزيمة القرشيين إلى نصر. وشارك خالد أيضا في صفوف الأحزاب في غزوة الخندق، وقد تولى هو وعمر بن العاص تأمين مؤخرة الجيش في 200 فارس خوفا من أن يتعقبهم المسلمون، كما كان على رأس فرسان قريش الذين أرادوا أن يحولوا بين المسلمين ومكة في الحديبية. ومع ذلك فقد اعتنق الإسلام بعد صلح الحديبية وشارك في حملات مختلفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أهمها غزوة مؤتة وفتح مكة. وعزله الخليفة عمر بن الخطاب من قيادة الجيوش لأنه خاف أن يفتتن الناس به، فصار خالد بن الوليد في جيش الصحابي أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتقل إلى حمص حيث عاش لأقل من 4 سنوات حتى وفاته ودفنه بها. وفقا لعادة أشراف قريش أرسل خالد إلى الصحراء ليشب صحيحا في جو الصحراء، وقد عاد لوالديه وهو في سن 5 أو 6. ومرض خالد خلال طفولته مرضا خفيفا بالجدري، ولكنه ترك بعض الندبات على خده الأيسر. وتعلم خالد الفروسية كغيره من أبناء الأشراف، ولكنه أبدى مهارة في الفروسية منذ وقت مبكر وتميز على جميع أقرانه. وكان خالد صاحب قوة مفرطة كما عرف بالشجاعة والجلد والإقدام،
والمهارة وخفة الحركة في الكر والفر. واستطاع خالد أن يثبت وجوده في ميادين القتال، وأظهر من فنون الفروسية والبراعة في القتال ما جعله من أفضل فرسان عصره. وكان خالد طويلا بائن الطول عظيم الجسم والهامة، يميل إلى البياض شديد الشبه بعمر بن الخطاب، حتى إن ضعاف النظر كانوا يخلقون بينهما. وروي أن خالد قال على فراش موته: خالد بن الوليد، لقد شهدت 100 زحف أو زهاؤها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء.